قضيت سؤال تقدم به زميل من وكالة الأخبار. موريتانيا قاعد بصفة عامة ونقدر نأكد لكم هذا، وهذه هي إرادة فخامة الرئيس، مواقفها جميعها مواقف متوازنة، وهذه إرادته هو في السياسة، لأنه كيف قلت وقد قدمتها أمام البرلمان وقدمتها أمام الصحافة. نحن رؤيتنا للعلاقات أنها علاقة على مسائل كالتالي. أول شيء راعوا فيها هي مصالح موريتانيا، لا شك دول تصبح تبحث لا عن مصالحها واللي تراعي إلا مصالحها، يا غير مولي دائما متوازن، ولا ندخلوا في الشؤون الداخلية للدول ونعتبروا عن العلاقات سيارتها تعود مبنية للاحترام المتبادل، وهذا حد انطلق منه قاعد قد يفهم عن هذا اللي يعود هو مسارنا في أي من الأزمات كانت. أشرتم لي السؤال فيما يتعلق بالأزمة اللي موجودة، هي أزمة خلونا نسموها لا نخفي على أنفسنا أنها القضية ما هي قضية خلقت يامس والله والنامس والله، اللي مهما كان اللي حصل فيها قضية المغرب العربي يظهر كمنظمة على سبيل المثال إقليمية مشلول، هذا قلتوه هون أمامكم مشلول، لأن فيه مشكلة كانت في العلاقات ما بين الأشقاء الجزائريين والمغرب. هذا لا شك أنه قضية ما خالق حد ما يعرفه، وإحنا كجميع الدول الجوار والشعوب لا شك أنه متألمين من الوضع، ولا نبغوه يخلق ولا نبغوه يتأزم أكثر. وجهودنا اللي قايمين بها اللي يالت تعود دائما، أنا عن كثير من الناس وبنية حسنة يقولون أنتم منين وما لكم ما تحركتوا وما لكم ما عدلتوا، هذا النوع من القضايا يندار بطريقة بحكمة وبقدر من سرية وبقدر من عاد حد يختار يجبر فيه نتيجة. وجزا الله خير ياسم، الناس دائما يختاروا يديروا وزارة الخارجية بله الخارجية إذا كان مقيوم به بطريقة مثلا هادية وكما تتطلب ذلك الدبلوماسية. وإن شاء الله نحن قطعا أنه كانوا شاغل بالنا ومهم عندنا به اللي قضية تتعلق بنا، نحن نعتبره أنه شيء كامل يمس الشعب الليبي والله التونسي والله الجزائري والله الموريتاني، يمس الشعب الموريتاني، وهي قاعد قضية ما تتجاوز الحكام وتاريخها طويل. وطموحنا هو بناء المغرب العربي وأن نتجاوز هذه الأزمة اللي حصلت الآن وأنها لا تتفاقم أكثر، ومتأكدين أنه مهما كانت الأزمات ومهما المستوى اللي وصلت إليه سيوجد لها حل. وأشكركم.